هي ماكو أسباب رئيسية، يعني أكو أحيانا أسباب عرضية، أكو أحيانا موقف، أحيانا كلمة، أحيانا اشتباه، أحيانا يعني تهيؤات. فموضوع الشك والغيرة ما يجي في سبب رئيسي واحد. وطبعا هي الشك والغيرة مو نفس الشيء، يعني أكو أشخاص يعتبرون أنه الشك مثل الغيرة، أو نعم. الغيرة هي شك، أو يعتبرون يبررون الشك هو غيرة، بينما لا، الشك غير والغيرة غير. الغيرة إنه هو حب التملك، كل شخص يرتبط بشخص، يعني كانوا متزوجين أو مخطوبين أو بعلاقة حب مرتبطين ببعضهم، أكو بيناتهم لازم تصير غيرة، يعني كل شخص نعم. يحب يتملك. حب التملك يعني هذه بالفطرة عند كل إنسان، ما نختلف عليها. بس يعني موضوع إنه الغيرة تتطور تتحول إلى شك، هنا أنا راح تكبر المشكلة وراح تصير مشاكل بالمستقبل. الغيرة إلها فد حد معين، يعني مثل انه يعني واحد يحاسب شخص معين، يسأله، يحاول يستفهم من عنده، يعني هذه الغيرة يمنعه مباشرة، يقدر يتناقش وياه، يقدر يطلب من عنده انه اني شفت فلان شيء. انه احيانا انه موضوع الغيرة ينتهي مجرد مبررات بسيطة، صح بس لما انه ماكو مبررات او صد من الشخص المقابل، ماكو تبرير، اكو مرات افعال هي يعني تكون يعني شلون تكون ببراءة او تلقائية بس تفسر كغيرة او تفسر بشك. هنا كثرة الغيرة والتراكمات راح تولد شك عند كل انسان. الانسان دائما بس يوصل بحلقة الشك هنا صعب يطلع من عندها. نعم لما يكون بمرحلة الغيرة ممكن انه يعالج الموضوع بين اي زوجين او اي شخصين مرتبطين، بس لما انه الموضوع يكون يوصل مرحلة الشك، لا انا راح تكبر المشكلة، احيانا يوصل للانفصال، احيانا اكو ترى حتى حالات قتل، اكو حالات متمثلة بغسل العار، اكو حالات يعني كثير من الحالات اللي صارت بالمجتمع، حالات وما العنف الأسري. عنف اسري، حالات طلاق، كثير من الحالات سببها انه هو الشك. ولما تجون على الواقع هو ماكو موضوع بالفعل يشكك، بس تراكمات الغيرة هي اللي وصلت إلى أنه الإنسان يكون شكاك. وطبعا يعني ما نختلف على موضوع أنه بالآونة أكيد الأخيرة بمجتمعنا